كيفاش نجيب احسن نوت في الجيمناستيك وكيفاش نعمر الفيش. انا حسان العلوي استاذ تربيه بدنيه بالمعهد النموذجي بسليانه وباش نعطيكم اهم النصائح اللي باش يعاونوكم بالنسبه للجيمناستيك. نوت مقسومه عندنا 5 بوين مقسومين زاده 3 بوين على ليزون و 2 بوين على الريتم تاع لونشينمون. يبقوا 15 بوين تاع جيمناستيك اللي هما ديبوندرا من لي زيليمون اللي باش تختاروهم. لي شوا كيما في التابلو مقسومين على 5 فامي، كل فامي فيها دي زيليمون على 2 بوين على 2.5 وعلى 3. لازم تختار اليمون واحد من كل فامي وهكا نجم نخدم بين 10 و 15 بوين. والنوت فينال في جيمناستيك تولي هكا انتر 15 و 20 ماكسيموم. نوت على لي زيليمون، نوت على ليزون ونوت على الريتم هي نوت جيمناستيك. راهو لازم ترد بالك كي تختار اليمون على 2 ولا 2.5 ولا 3 بوين، لازم تخدم ليليمون بارفيتمون باش تاخذ نوت كامله. راهو نوت جيمناستيك اسونسيالمون على لي 5 اليمون اللي لازم تخدمهم. في لي زيليمون دو ليزون عندكم برشا شوا بين لي با لي سو ولي زيليمون تكنيك في حد ذاتهم. بالنسبه للميوزيك برشا يسالوني على الموضوع هذا وراهي ماهيش مطلوبه، اما راهي تنجم تدخل فك 3 بوين تاع لونشينمون. وراهو جينيرالمون اللي يخدموا بالميوزيك راهم يكونوا دي جيمناست ويخدموا في خدمه مزيانه برشا. الوقت بتاع لونشينمون ما يلزموش يفوت 1 minute 30. برشا يسالوني على الفيشه بتاع الجيمناستيك اللي احنا مطالبين بها باش نعطوها للجوري قبل ما نعدوا. هاو كيفاش باش نعمروها وهاو باش ناخذوا ان اكزامبل باش تفهموا مليح كيفاش تعمر. من الفامي 1 باش ناخذوا تور ارابيسك، من الفامي 2 باش ناخذوا جران جوتي، من الفامي 3 باش ناخذوا روندات، من الفامي 4 باش ناخذوا اتير اللي هما تلامذ جينيرالمون يعرفوها بالليكيليبر، من الفامي 5 خذينا جران تيكار اونتيرو بوستيريور. بعد ما اخترنا لي زيليمون تاعنا ناخذوهم ونربطوا بيناتهم بدي زيليمون دو ليزون. وباش نحطوا لي زيليمون هذم في التابلو نيميرو 1 حسب الترتيب اللي اخترناه احنا. لنا تكتب الديسكريبسيون تكنيك للجوري في التابلو، ولنا تصور ليفولوسيون تاع لونشينمون حسب الفورم اللي اخترتها انت. تنجم تكون سو فورم دو U، تنجم تكون سو فورم دو Z، تنجم تكون سو فورم اللي تحب انت. المفيد تكتب له ليفولوسيون، وسورتو ما تكتب في ليفولوسيون هذيك كان لي زيليمون اللي باش تاخذ عليهم نوت. وكيما حكينا زاده بالنسبه للميوزيك راكم ماكمش مطالبين بها، سوف كو فما تلامذه ممتازين دي جيمناست يحب يخدم انشينمون بالميوزيك. سورتو ركزوا في لي زيليمون تكنيك بتاعكم اللي اخترتوهم، راهو ال 15 بوان مهمين برشا. كيفاش نحسب موين الباك سبور؟ الموين مقسوم على 2، 50% كور د لاني و 50% امتحان اخر سنه. 50% الاولى كيفاش نحسب؟ بروميير تريمستر كوفيسيون 1، دوزيام تريمستر كوفيسيون 2، تروازيام تريمستر كوفيسيون 2، نجمع كيما الفورمول هذه ونقسم على 5، هكا تحصلنا على 50% طاوس العام. توا عندنا ال 50% الثانيه، نجمع نوت الجمباز اللي هي اجباري مع زوز اختيارات اللي اخترتهم. ناخذوا بار اكزومبل نوت جيمناستيك بلس نوت سو بلس نوت كورس ونقسم على 3 كيما الفورمول هذه. توا 50% تاع وسط العام و 50% تاع ليكزامان فينال نجمعوهم ونقسموهم على 2 كيما هكا، وهكا تحصلنا على عدد الباك سبور كامل. شنو باش نعدي نهار الباك سبور وشنو الاختيار اللي عندي، اختيارات اللي عندي في الاتليتيزم؟ بالنسبه للجمباز راهو اجباري ومطالبين ب 5 اليمون يربطوا بيناتهم دي زيليمون دو ليزون. يبقى عندي الاتليتيزم سو البوا والكورس، باش نختار منهم زوز. في العاده راهو نختاروا احسن زوز ناخذوا فيهم النوت. ال 20 لازمتها خدمه، 20 في العدو بالنسبه للاولاد لازم 7.5 ثواني، والبنات لازم 9 ثواني. 20 في البوا لازمتها 11.50 متر للاولاد و 9.80 متر للبنات. في الوثب الاولاد لازم ينقصوا 5.50 متر والبنات 4.20 متر. المفيد نهار الباك سبور نتجنب ليزيسي نول ونعمل اقصى جهدي، سورتو لازم نيفيتي ليزيسي نول اللي يضيعوا لي برشا فرص بتاع نوت. بالنسبه للسو نتجنب اني نفوت البلانش، يلزم ننزل على ساق واحده ونهبط على الساقين الزوز، وراهو الجوري يحسب لك من اخر نقطه في بدنك. بالنسبه للكورس راهو ما يلزمنيش نخرج من المساحه المحدده بتاعي على اليمين وعلى اليسار، ويلزمنيش ننقص السرعه سورتو بل ليني داريفي. بالنسبه للبوا يلزم ندخل من المساحه المحدده ليا ويلزم كيف كيف نخرج منها، وما يلزمنيش نطيح سورتو بعد ما نرمي البوا. شنو نلبس نهار الباك سبور؟ بالنسبه للبنات في الجيمناستيك نلبس دي ليجينز تي شيرت وشوسيت بيضاء، والا فما توني جيمناستيك كامل. بالنسبه للاولاد نلبس شورت والا سروال سورتو يكون اجوستي من لوطه مسكر، شوسيت بيضاء وتي شيرت. بالنسبه للاتليتيزم نحاولوا انه نجو سبادري خفيف باش يعاوني في السوق في الكورس. البراند راه مهم، مش مهم برشا، اهم حاجه في الموضوع هو البير فورمانس اللي باش تعملها. بالنسبه لنا احنا لي جوري هذا هو المهم. المفيد ما تنسوش اللي انتم في مؤسسه عموميه والتوني راهو تري امبورطون، وفي الاخر بون شونس للناس الكل.